الأول على ترند يوتيوب وهاشتاج قاطع الدحيح يتصدر تويتر، فما هي القصة؟ بعد عام من انقطاع أحمد الغندور الشهير بالدحيح عن جمهور يوتيوب، يعود مرة أخرى إلى جمهوره بالحلقة الأولى له بعنوان الملل، لتحصد الحلقة ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال أقل من يوم واحد، لتصبح هذه الحلقة هي الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب في الوقت نفسه الذي يتصدر هاشتاج قاطع الدحيح منصة تويتر. الصراع يبدو على أشده، بأسلوبه السهل في تبسيط العلوم وبتعليقاته الساخرة أحياناً، استطاع أحمد الغندور اكتساب شعبية كبيرة على موقع يوتيوب رغم أنه لم يتجاوز 28 عاماً، فقد ولد في مصر عام 1994 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن كلية العلوم قسم الأحياء تخرج عام 2016، ثم التحق بجامعة هونغ كونغ كباحث ماجستير ما بين عامي 2018 و2019. تم اختيار الغندور ضمن قائمة الشباب الأكثر تأثيراً في الإعلام. بدأ مشواره على يوتيوب عندما أنشأ قناة تحمل اسم الدحيح اشتهر بها وصار لقباً ملازماً له منذ عرفه جمهوره بهذا الاسم. تعاقد الغندور مع شبكة الجزيرة إيجي بلس كبريت في عام 2017، واستمر التعاقد حتى 9 يونيو حزيران لعام 2020. وبعد فترة من نجاح الدحيح على منصة الجزيرة هوجم بعنف من كثير من الدعاة، ووجهت له العديد من الاتهامات لعل أخطرها نشر الإلحاد. لم يتطرق الغندور لهذه الآراء واعتبرها بمثابة إعلانات مجانية، لكن العديد من الآراء ذهبت إلى أنه كان يوجه مجموعة من الرسائل عن طريق عناوين الحلقات مثل حلقة إله الدولة الملحدة وغيرها، إلا أن البعض برهن أن شبكة الجزيرة فسخت التعاقد معه لهذه الأسباب، بالرغم من أن سبب إنهاء التعاقد مع الدحيح لم يكن معلناً بشكل صريح، حيث أصدرت شبكة الجزيرة بياناً قالت فيه إن الخطط الإنتاجية لا تسمح بالاستمرار في إنتاج برنامج الدحيح. فهل كان السبب هو عجز قناة الجزيرة عن إنتاج برنامج الدحيح، أم أن السبب كان اقتناع المنصة أن الدحيح يروج للإلحاد؟ لم تنتهي مسيرة الدحيح، فقد ظهر لجمهوره من خلال برنامج متحف الدحيح على منصة شاهد المدفوعة، لكن البرنامج لم يحظى بالشعبية التي كانت تحظى بها برامجه على يوتيوب، ربما لأن قطاعاً عريضاً من الجمهور من بيئة شعبية، ومنصة شاهد تتطلب اشتراكات مدفوعة، وظل أمر انهاء التعاقد مع منصة شاهد أيضاً غامضاً حتى الآن. في 12 يونيو حزيران، أطل الدحيح لمشاهديه من خلال منصة نيو ميديا أكاديمي، لتتحول الحلقة خلال ساعات إلى قائمة الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب. تصدر هاشتاج قاطع الدحيح موقع تويتر، وتداول نشطاء أن السبب وراء تلك الدعوة هو أن المنصة تدعم المدون الإسرائيلي نصير ياسين المشهور بنازديلي. فما هي القصة؟ نصير ياسين يبلغ من العمر 29 عاماً، يصنف نفسه على أنه فلسطيني إسرائيلي. استقال عام 2016 من مؤسسة فينيمو، وقرر إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قرر السفر والعمل في صناعة المحتوى، قدم من خلال صفحته على فيسبوك 1000 فيديو خلال 2000 يوم. التقى بمؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ في عام 2018 لتصل صفحته إلى 10 ملايين متابع. عملت معه صديقته ألين تيمر صانعة المحتوى الأمريكية الإسرائيلية. جرى التحذير من التعامل مع نصير ياسين، حيث كان قد وجه دعوته إلى عدد من صانع المحتوى ليدربهم في أكاديمية ناس التي تحتوي على طاقم إشراف إسرائيلي، وهو ما يخالف أول مبادئ الانتماء
لدى الشعوب العربية. لذلك انتشرت الدعوات المطالبة بمقاطعة برنامج الدحيح على الرغم من تأكيد جمهوره على محبتهم له، لكن أغلبهم صرح أن الأغلى دائماً هي القدس. فهل ستشهد الأيام القادمة تطورات جديدة من جمهور الدحيح؟ هذا ما سوف تكشفه لنا الأيام القادمة.